طبعا تخفف عني، تشيل عني عبء كبير، يعني شيل عني مصروف العيد. والله اشتري لاولادي لباس البسه وعيدي، لولا ما اولادي ما ولا شيء ولا شيء. منين بدعي؟ انا وضعي خلقي قال لك زحمه شي بويا افحى وانا ناقتين هنكي الكاريه خلقيتك او تمشكلي حلناك نهائيا، بس دي خشكرين وهناك الكاريه دبي اقش دبي عيد قاعد دي روجي دي. بس انه تبيج مشكله حلت حلناك وضعي خلقي قال بريشان بويا مناسبه ولد بالاخص مريض بيترعش بقبا امكانياتي مريض تنم مريض بواجبي خراب بكاري خراب وكاني تنم مريض قال لي احراج دبي البرمر بي خو بالدوسي خو ناس خو دلي مريض قال لي دشكي صار فرق كبير بالحوالات، حوالات الواردة طبعاً نسبة يعني إذا ما نقول 100% 90% زادت الحوالات، ويعني أقل شيء عم يجي مثلاً 100 يورو أكثر شيء من أوروبا عم تجي، فهاي ساعدت المواطنين بدرجة ممتازة يعني بهالأوضاع بالأخص هالأوضاع المعيشية الصعبة يعني، فعم يجيهم مثلاً اللي أهله بأوروبا أو ابنه، فالنسبة ممتازة عم تنزل يعني فرق كبير يعني مثلا قارب شهر رمضان بالأخص قبل العيد صار بأسبوع يعني ضغط كبير على جميع المكاتب أتوقع يعني.